أرحب بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من اتجاهات الصحافة، ونقرأ في عنوانها: تطورات الهلال النفطي وتحولات موازين القوى. كتائب مصراتة: ماذا بعد تحرير سرت؟ مهمة إنسانية إيطالية بأبعاد عسكرية سياسية. نناقش هذه الموضوعات مع ضيفنا عبر سكايب من تونس، هنا الكاتب الصحفي صلاح الدين الجورشي. سيد الجورشي، رحب بك معي في حلقة اليوم. أهلا بكم. يعرب مراقبون عن خشيتهم من تزايد الانقسامات إثر التطورات الأخيرة التي شهدتها منطقة الهلال النفطي، لا سيما وأن المحللين يعتبرون ما حصل من سيطرة القوات التابعة لعملية الكرامة بقيادة حفتر على الموانئ النفطية مثلت تحولا كبيرا في موازين القوى العسكرية والسياسية في ليبيا. ذكر الكاتبان جايسون باكر وريهان يون سميث في مقال على موقع The Middle East Eye البريطاني أن سيطرة الجيش الوطني الليبي على منطقة الهلال النفطي مثلت تحولاً كبيراً في موازين القوى العسكرية والسياسية في ليبيا، بصالح المشير خليفة حفتر المعين من قبل مجلس النواب، فقد تمكن من تمديد سيطرته الإقليمية غرباً، فيما من المرجح أن تعزز دعواته لإعادة فتح الموانئ النفطية مصداقيته وشرعيته لدى العديد من الليبيين. وأبرز الكاتبان أن الوضع في الهلال النفطي ما يزال متقلبا، وهي منطقة عرفت منذ فترة طويلة صراعا كبيرا بين الفصائل والقبائل الليبية من أجل السيطرة على النفط. وأضاف أن هناك تقارير حول تجمع لكتائب إسلامية مناهضة لحفتر من أجل إطلاق هجوم مضاد، فيما من المستبعد أن تحول كتائب مصرات المنشغلة بمعركة سرت حالياً انتباهها أيضاً إلى ما يحدث في الشرق. واعتبر الكاتبان أن المكونات لمرحلة جديدة من الصراع الداخلي في ليبيا موجودة وتتركز في منطقة الهلال النفطي، وقد يصبح الوضع أكثر تعقيداً بسبب وجود قوات خاصة غربية على الأرض لدعم كل من الجيش الوطني الليبي وكتائب مصراتة في معاركهما المنفصلة ضد تنظيم الدولة. وينبغي على المجتمع الدولي ألا يذعن لمحاولة حفتر الهيمنة السياسية والعسكرية في ليبيا، ومع ذلك عليه أن يدعم بديلا سياسيا مجديا لديه قاعدة دعم قوية على الأرض. تطرق الموقع الفرنسي فرانس 24 إلى تأثير تدخل قائد الجيش المعين من قبل مجلس النواب في تبرك خليفة حفتر في الهلال النفطي، وتعقيده للوضع السياسي والأمني المتأزم منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي، بالإضافة إلى تأثيره على جهود القوات الحكومية في مكافحة تنظيم الدولة. وأوضح الموقع الفرنسي أن ليبيا انقسمت عسكرياً منذ 13 من سبتمبر من جديد إلى نصفين، من جهة حكومة الوفاق الوطني في طرابلس المدعومة من قبل المجتمع الدولي، ومن جهة أخرى خليفة حفتر الذي أصبح القائد العسكري على منطقة الهلال النفطي الليبي. وبحسب المحللة السياسية والصحفية في فرانس 24 أرميل شارييه، منذ توليه السيطرة على أهم مورد اقتصادي في البلاد، قد وضع حفتر حكومة الوفاق الوطني في موقف صعب وتحدي كبير، فضلا عن المجتمع الدولي والأمم المتحدة التي دعمتها. سيد الجورشي، موقع ميدل إيست آي البريطاني يعتبر أن موازين القوى تغيرت في صالح معسكر حفتر بعد سيطرته على الموانئ النفطية. ماذا سيضيف هذا التقدم سياسيا وعسكريا بالنسبة لحفتر؟ يعني في كل مكان الذي يسيطر على جزء هام من الثروة الوطنية فإنه يمسك بخناق خصومه السياسيين ويفرض نفسه كرقم صعب، وهذا ما فعله الجنرال حفتر بالعملية الأخيرة التي سيطر بها على الهلال النفطي. الآن هو يحاول أن يستوعب ردود أفعال خصومه سواء في الداخل، وخاصة أنظاره مسلطة على ردود فعل الأطراف الأوروبية والغربية بشكل أساسي. نعم. والآن
عزز موقعه السياسي في أي تفاوض حول مستقبل الحل السياسي في ليبيا، وثانيا بيّن بأنه رقم صعب يصعب تجاوزه، وأن على خصومه أن يستجيبوا لعدد من شروطه، وسيحدد هذه الشروط في المستقبل، وبالتالي أن عزز أيضا حضوره في المنطقة الشرقية، وربما وهذا ما نجهله كمراقبين وكمحللين عن بعد، كيف تفاعل الشارع الليبي مع هذه الخطوة، وإن كانت إلى حد الآن لا يمكن أن تضمن عودة تدفق النفط الليبي على الساحة الدولية، لأن الأطراف الأوروبية الأساسية ما زالت متخوفة وحذرة مما قام به حفتر. إلى أي حد توافق تحليل الكاتبين على موقع ميدل إيست آي أن مكونات المرحلة الجديدة من ليبيا تنبئ بحدوث صراع على منطقة الهلال النفطي؟ والحقيقة ما أقدم عليه حفتر من شأنه أن يدفع من جديد إلى حرب مفتوحة بين الشرق والغرب، وبالتالي أن يغذي حالة الانقسام الجذرية التي تعاني منها ليبيا. ولهذا فإن الصراع سيبقى مفتوحا، وهناك أمام الغربيين بالخصوص اختياران. الاختيار الأول سيء جدا، وهو تغذية الصراع العسكري بالتسليح وبالتوسع في عملية الحرب الأهلية، ولكن الاختيار الثاني قد يكون أقرب إلى الذهن وإلى الواقع السياسي الحالي، وهو أن الأطراف الغربية ستسعى إلى ممارسة الضغط على حفتر من خلال الامتناع عن دخول في أي صفقات تجارية معه بالنسبة لشراء البترول، وهو ما سيجعله غير قادر على أن يوظف هذه الخطوة على المستوى الاقتصادي والمالي والتجاري. ولكن أيضا نحن نعرف بأن الغربيين دائما في حالة انقسامات فيما بينهم، ولهم مصالح متضاربة، وكذلك لهم أكثر من سياسة، سياسة فوق الطاولة وسياسة تحت الطاولة، وبالتالي عملية التهريب والصفقات في السوق السوداء ممكن أن يوظفها حفتر لتحقيق حد أدنى من المكاسب. هنا موقع فرانس 24 اعتبر أن المستجدات العسكرية الأخيرة عقدت من الوضع السياسي، وأن ليبيا اليوم باتت بين معسكرين حفتر وحكومة الوفاق من جهة أخرى. الانعكاسات السياسية سيد الجورشي داخليا بالنسبة لتقدمات العسكرية الأخيرة، وأيضا ماذا عن حكومة الوفاق ووضعها اليوم؟ يعني الحقيقة هذه الخطوة اللي أقدم عليها حفتر يعني خلطت الأوراق من جديد، وأضعفت من حظوظ الحل السياسي الذي اعتمد إلى حد الآن داخليا ودوليا، واللي قام على اتفاق الصخيرات، وبالتالي الوضع الراهن تجاوزته الحالة الليبية اليوم، وبالتالي فإن الصراع المفتوح أصبح صراع أساسي، لأنه من شأنه أن يخلق حالة من التجاذب يخشى الآن أن تكون الحسم فيها عسكريا، مما سيستنزف الطاقات الليبية. يبدو بأن الغربيين مهتمين بهذا الجانب، ويخشون بأن ليبيا تسقط نهائيا في حرب مفتوحة لا حدود لها ولا سقف لها، وبالتالي الجميع سيدفعون الثمن، في مقدمتهم الليبيين ولكن أيضا حتى الغربيين. هناك أيضا القوى الإقليمية كيف ستتصرف، وخاصة الداعمة لحفتر وتحديدا مصر التي ستستفيد من هذا الوضع الراهن، وهو ما سيعقد المفاوضات السياسية في المرحلة القادمة. في خلاصة الأمر أن المشهد الراهن أصبح مختلف عما كان عليه من قبل 13 سبتمبر، وبالتالي على الجميع أن يعيدوا ترتيب أوراقهم لمعرفة أو لرسم خطوات مفاوضات جديدة وسياسات جديدة أصبح يقتضيها الوضع الجديد. نعم. تبقى معي سيد الجورشي في مناقشة ما جاء في المحور الثاني. في
فيما ترجح المؤشرات قرب انتهاء معركة سرت بالانتصار على ما يعرف بتنظيم الدولة وطرده منها بعد تضييق الخناق عليه من قبل قوات البنيان المرصوص المتكونة في أغلبها من كتائب مدينة مصراتة، يطرح البعض تساؤلات عن التوجه المقبل لهذه الكتائب في إثر التطورات الأخيرة التي شهدتها منطقة الهلال النفطي. ذكر الكاتبان غيث شنيب وكارولين ألكسندر في مقال على موقع بولنبورغ الإعلامي التابع للمجموعة المالية الأمريكية بولنبورغ أن معركة سرت تقترب من النهاية مع تحصن مقاتلي تنظيم الدولة في منطقتين صغيرتين في المدينة، حيث سيكون النصر إلى حد كبير معتمدا على كتائب مصراتة عندما تصمت المدافع. وبين الكاتبان أن الخسائر التي تعرضت لها كتائب مصراتة كبحت حماسهم للمزيد من الصراع وفقا لمقابلات مع القادة السياسيين والمحللين والمقاتلين في المدينة، ويبرز هذا خاصة بعد أن قام قائد الجيش المعين من قبل مجلس النواب خليفة حفتر بالهيمنة على الموانئ النفطية في الشرق. وأوضح الموقع أن مصراتة ظهرت كلاعب رئيسي في مرحلة ما بعد القذافي، وسيساعد رد فعل سكانها وقادتها تجاه حفتر على تقرير مسار الصراع، حيث يقول المعلق السياسي الليبي زيد رقاص مصراتة الثورة والثأر والهيمنة والحرب مرة أخرى. ويقول المحاضر الجامعي مصراتة محمد ملودة أن السياسة في ليبيا تبنى على التحالفات، لكن خسرت مصراتة معظم قوتها بسبب الصراعات التي تتالت، مشيرا إلى أن مصراتة كانت دائما جيدة في القتال وليس في السياسة. ذكر موقع شركة ستراتفور الأمريكية الخاصة المختصة في الاستعلامات أن التوصل إلى حل وسط بين الحكومتين في كل من طرابلس وطبرق حول خطة تتضمن حفتر سيكون صعبا بالتأكيد، ومع سيطرة الجيش على السدرة وبن جواد أصبح قريبا من قوات مصراتة أكثر مما كان عليه سنة 2015. وأشار الموقع إلى أن لدى حفتر الآن خياران، يمكنه مواصلة التقدم غربا نحو سرت، أو يمكنه تعزيز موقعه حول محطات النفط ومواصلة المفاوضات، وحتى الآن يبدو الخيار الثاني هو المرجح، لأن المغامرة بالتقدم نحو الغرب يعني الاشتباك مع قوات مصراتة، ويمكن أن تتسبب هذه الخطوة في انهيار المفاوضات وتجدد النزاع المسلح بين الشرق والغرب. وأضاف موقع ستراتفور ولكن لا يخص هذا القرار حفتر فقط، فقد كانت قوات مصراتة من أول الداعمين الرئيسيين لحكومة الوفاق الوطني، وكانت كتائب مصراتة منافسة تاريخيا لمواجهة حفتر، وحاليا تبقى مشغولة بالمعركة في سرت، لكن بمجرد انتهائها يمكن أن تحول انتباهها مرة أخرى نحو حفتر، فكما عزز الأخير موقعه فعلت كتائب مصراتة نفس الشيء عبر قتالها تنظيم الدولة. سيد الجورشي، الكاتبان على موقع بلومبرغ رأيا بأن مصراتة ظهرت كلاعب رئيسي في مرحلة ما بعد القذافي، لاسيما دورها في الحرب ضد ما يعرف بتنظيم الدولة في سرت. كيف تقرأ إذا مستقبل هذه الكتائب وتأثيرها سياسيا وعسكريا بالنسبة للمرحلة القادمة؟ يعني الحقيقة أصبحت الخارطة الليبية مثل خارطة شطرنج، وبالتالي كل ما حاول طرف أن يكسب خطوة في هذا الاتجاه إلا ويسعى الطرف المقابل للتقليل من تلك الخطوة والقيام بخطوة مضادة. اعتقادي بأن مصراتة ستبقى طرف أساسي في اللعبة العسكرية والسياسية الليبية، ولكن هذا يحتاج إلى أن تنتهي معركة سرت بشكل واضح حتى تحدد هذه الكتائب ما هو مصيرها، وكذلك ما هي الخطوة القادمة التي يجب أن تخطوها، لأن سرت تحتاج إلى أن تتحول إلى قاعدة أساسية
ولا يقع تقع خسارته مرة أخرى. بالتالي لابد من حماية سرت حتى لا يقع الالتفاف من جديد. طيب في هذا السياق سيد الجورشي، هل تتوقع بأن تعمل مصراتة على تغيير تحالفاتها المحلية؟ لاسيما أن الكاتبين قالا إن مصراتة خسرت معظم قواتها بسبب الصراعات التي تتالت في ليبيا. وهذا أيضا مرهون بميزان القوى الحقيقي داخل مصراتة نفسها، وبالتالي مدى استعدادها لكي تواصل دفع الثمن، وهو ثمن عال وثمن قاس بالنسبة لكتائبها وأبنائها. ولكن في رأيي أيضا لا تستطيع الآن مصراتة أن تتراجع إلى الخلف، لأن دخولها في هذه المعركة منذ البداية يجب أن تتحمل تبعاته إلى آخر لحظة، لأنها لو تراجعت، لو انكفأت على نفسها، فإنها قد تدفع ثمن أكثر قساوة وأكثر باهظا، وبالتالي هي ستحاول أن تعيد ترتيب أوراقها من جديد في ضوء أولا حصولها وتحريرها لسرت، ولكن من جهة أخرى في ضوء التداعيات التي حصلت في الهلال النفطي. وفي رأيي أن مصراتة ستحاول إحياء تحالفاتها القديمة مع بعض الأطراف، وقد تضطر إلى بناء تحالفات جديدة إذا اقتضت ذلك مصالحها. هنا موقع ستارت أو ستارت فور الأمريكي صعب من إمكانية توصل قوات حفتر وقوات مصراتة إلى اتفاق فيما بينهم، هل توافقه هذه الرؤية؟ هو الحقيقة سيكون صعب، سيكون صعبا، وإن كان حفتر يعني كما احنا نقول في تونس ياكل ويقيس، يعني هو يخطو خطوات ثم يحاول أن يقرأ لها بعض الحساب حتى لا يخسر كل شيء، لأنه إذا وقفت الأطراف الغربية الأوروبية تحديدا ذات المصلحة الأساسية الآن في ليبيا، إذا وقفت وضغطت بشكل كبير فإن هذا الضغط أيضا لا يمكن أن يتجاهله حفتر ومن يسنده. وبالتالي اللعبة الليبية ما زالت لم تصل إلى مستوى الحسم النهائي، وبالتالي الحل السياسي النهائي، فسيمكن أن تبقى الباب مفتوح بين الطرفين دون الوصول إلى قطيعة، وإذا حصلت مناوشات ستسعى كل الأطراف لتطويق هذه المناوشات في انتظار خروج حل سياسي يكون مقبولا من الطرفين. نبقى في مناقشة إذن ما جاء في المحور الثالث حول دخول إيطاليا في مبادرة إنسانية على الخط في ليبيا، تبقى معي سيد الجورشي. سلطت الصحف الإيطالية الضوء على مهمة أباقراط الإيطالية لإنشاء مستشفى عسكري في مصراتة، مشيرة إلى أن إيطاليا ستكون أول بلد يرفع علمه في ليبيا، وسط إشارات إلى أن هذه المهمة الإنسانية لها جانب عسكري وآخر سياسي. أفاد المراسل الحربي في صحيفة إل جورنالي فوسوتو بيلوسلافو في ليبيا في حوار أجراه معه الصحفي ليوني جروتي للمجلة الإيطالية الأسبوعية تيمبي، أن من خلال مهمة أباقراط الإيطالية لإنشاء مستشفى عسكري في مصراتة ستكون إيطاليا أول بلد يرفع علمه في ليبيا، مشيرا إلى أن المهمة لها جانب إنساني وعسكري وسياسي. وأفاد أن إنشاء المستشفى في مصراتة بالذات جاء على خلفية أن أبناء المدينة هم الذين يقاتلون بالفعل تنظيم الدولة في سرت، وقد تكبدوا خسائر كبيرة أثناء المعارك. وحول مدى صحة الاتهامات الموجهة لرئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي بأنه قرر التدخل عسكريا في ليبيا تحت غطاء العملية الإنسانية المسماة بقراط، قال بيلسلافو: من الواضح أننا سنحمل إلى مصراتة مستشفى عسكري، ولكننا لن نرسل عناصر من الصليب الأحمر وإنما عسكريين. صحيح أن هناك جانب إنساني في المهمة، لكن هناك أيضا جانب عسكري، لا سيما وأننا ذاهبون إلى منطقة حرب. وعما إذا كان هناك هدف سياسي أيضا للحكومة الإيطالية من خلال المهمة؟ أوضح المراسل: من الواضح أننا سنضع علمنا هناك، ونحن لدينا الكثير من العلاقات في ليبيا خصوصا في مصراتة، نحن نعطي إشارة سياسية، فالعلم حتى لو كان على مستشفى سيكون الأول الذي يرفرف في ليبيا. أفاد السفير الليبي لدى روما أحمد المبروك صفار في مقابلة مع وكالة الأنباء الإيطالية أكي
أن الإعلان عن بناء مستشفى ميداني من قبل إيطاليا في مطار مصراتة لقي استقبالاً حسناً لدى حكومة الوفاق الوطني والشعب الليبي، وذكر أن المستشفى من شأنه تخفيف الضغط الهائل على المستشفى الوحيد الذي يعمل بمصراتة، كما سيوفر خبرة متخصصة تشتد الحاجة إليها في مجال مكافحة الإرهاب بالبلاد. وفي تصريحات لوكالة آكي الإيطالية للأنباء غداة الإعلان عن بدء مهمة أبقراط التي ستشمل نحو 300 جندي إيطالي، ذكر السفير لدى روما أحمد المبروك صفار الحقيقة أن ليبيا رفعت صوتها طلبا للمساعدة ضد تنظيم الدولة، سواء أكان ذلك بالدعم اللوجستي أو لعلاج جنودنا الجرحى بشكل خاص، وذلك يدل على أن الوضع حرج في هذا المجال، وقد كانت إيطاليا البلد الغربي الوحيد الذي استجاب لاحتياجاتنا العاجلة بشعور من المسؤولية والتضامن اللائقين. هنا الصحفي الإيطالي على صحيفة الجورنالي اعتبر أن المهمة الإنسانية الإيطالية بإنشاء مستشفى ميداني في ليبيا لها جانب عسكري وآخر سياسي، ماذا يفهم من ذلك؟ يعني الحقيقة علينا أن نستحضر التاريخ. في السياسات الغربية بشكل عام يختلط الإنساني بالسياسي والعسكري، وفي كثير من الأحيان تكون المساعدة الإنسانية هي مقدمة أو تستبطن من ورائها أهداف سياسية وربما تحركات عسكرية. والإيطاليون مهتمون كثيرا بالشأن الليبي، ليس فقط من باب التاريخ ولكن أيضا من باب الواقع، الواقع الاقتصادي والاجتماعي. فبالنسبة للإيطاليين ليبيا يمكن أن تشكل تهديد من حيث تكون منطلق وأرض لتصدير الهجرة السرية. ثم ثانيا ليبيا لها علاقات قديمة بإيطاليا، وبالتالي الإيطاليين مهتمين بليبيا نفطيا وكذلك استراتيجيا، وبالتالي لا أعتقد بأن الإيطاليين يمكن أن يقدموا على أي خطوة دون أن تكون لهم حسابات سياسية، وإذا لزم الأمر أيضا حضور عسكري. وقد سبق الإيطاليين أن أكدوا استعدادهم واعترفوا بأن لهم دور في تدريب القوات الليبية على مستوى السلاح وعلى مستوى الفني، وبالتالي إيطاليا لها رؤية استراتيجية في علاقاتها بالشأن الليبي، وهي يبدو أنها استعدت لكي تتورط أكثر فأكثر بالشأن الليبي من أجل حماية هذه المصالح وتحقيق هذه الأهداف البعيدة. نعم، وصلنا بذلك إلى ختام حلقة اليوم، أشكرك جزيل الشكر ضيفنا، كنت معنا عبر سكايب من تونس الكاتب والصحفي صلاح الدين الجوشي. كما أنوه مشاهدينا الكرام إلى أن إنتاج هذا البرنامج يتم بمعاونة المرصد الليبي للإعلام. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.